علينا يا اهلاويه بعد ما كنا هناخد 45 مليون يورو او 50 مليون دولار رسيت على بصله. ومعايا مقارنه جميله جميله جدا ما بين شوبير مصطفى اوفا شوبير وكمان مميش بتاع الترجي. في احصائيات جميله هتشوفها معايا النهارده. وابو دان طلع بالمحله كمان ومعايا البيان اللي بعته الاتحاد الكوره لممدوح عيد سمسار. والجميل النهارده جايب لك خبر ودليل ان مكوينا مدرب الصن داونز اهلاوي وكان هيكون معانا وجايب لك اخباره. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على نبينا الكريم، اخوك اهلاوي، اشترك معايا اهلاوي محترم. دي اللي قدامك دي على اليمين، على يمين دي مين يعني؟ ها على اليمين هتلاقي مصطفى شوبير وعلى الناحيه الثانيه هتلاقي مميش، وما بينهم الارقام الجميله دي. مميش لعب امن الله، مميش لعب 10 مطوشه، شوبير لعب 7. مميش قضى 900 دقيقه مع الترجي، مصطفى قضى 630. طبعا لازم تلاحظ فرق ان في مطوشه، 3 مطوشه فرق ما بين مميش وما بين مصطفى، يعني ال 900 دول هم فرق ال 600 ال 300 ال 270 270 دقيقة دول فرق التلات مطوشة ما بين مصطفى وما بين مميش. كلين شيت مصطفى 7 مطوشة من 7 مطوشة، يعني 100% و 100%. أما التاني مميش فلعب 10 مطوشة جاب 9، وده على فكرة رقم كويس، هو كده جايب 90%، بس بالنسبة لكونه لاعب مطوشة أكبر فنسبة المخاطرة، نسبة المخاطرة في العشرة أكبر من السبعة، بس برضو يزال إن أوفا حتى الآن 100%. بيقول لك الإجوان اللي دخلت في مميش 3، وقول هم فرق التلات مطوشة، وكمان مصطفى 0 إجوان دخلت فيه. عمليات الإنقاذ لمصطفى 28%، 28 حالة إنقاذ، وكمان مميش 21. فبالارقام ديت هتلاقي على الرغم ان هم 7 مطوشة قصاد 10، لكن ارقام مصطفى اوفا احلى بكتير من ارقام مميش. والمميش الشيء الايجابي عنده ان هو اصغر من مصطفى بحوالي 4 سنين او 5 سنين، لكن المحصلة في كفة مصطفى اللي عمل 28 انقاذ، والتاني من 10 مطوشة 28 انقاذ في 7 مطوشة كتير برضه، والتاني من 10 مطوشة عامل 21 انقاذ. ده يدللك ان دفاع الترجي كويس، ان مفيش حالات كتيره بتوصل لمميش واللي بتصله بيقدر يعملها، لكن في السبع مطوشه 28 ووصلوا لمصطفى احنا عندنا مشاكل في الدفاع ودي لازم تتحل. والكلام ده كله انا مش كاتبه ولا انا من جاي ولا انا جايبه، ده من صفحه الكاف على الانترنت. طبعا كلنا عارفين البيان اللي وصل لممدوح عيد والشيبي من اتحاد الكوره اللي كان واضح وصريح، اللي بيقول فيه ان الشيبي تخطى اللوائح اللي معمول بيها في لوائح الاتحاد المصري والفيفا. انا مستغرب ان الورقه دي اساسا تعتبر تمسك اتحاد الكوره وتمسك عيد وتمسك الشيبي من قفاهم، والاهلي لو خدها ووداها للاتحاد الدولي مش هتكمل لا 3 اشهر ولا شهر ولا شهرين، لان 3 اشهر ولا شهر ولا 20 ولا اسبوع هو بيحتاج انفستيجيشن في الفيفا، لكن مش هيحتاج الفيفا مع الورقه دي، لان لو عمل تحقيق وعمل الكلام ده كله هياخد وقت، لكن الورقه خارجه من اتحاد الكوره مختومه وعليها الحيثيات اللي بتقول ان الشيبي مخالف للوائح، مع ذلك الاهلي مش قادر يلعب بالورقه دي. الاهلي مقيد، الورقه دي اساسا تجيب له حقه تالت ومتلت، فانا مش عارف هي دايره ازاي، لكن اكيد الاهلي عامل احتياطاته. مكوينا اهلاوي يا سيدي، طلع مكوينا اهلاوي اللي قاعد في صن داونز واللي عمال ما عندوش غير الاهلي يلعبوا الساعه 3، راح يلعب الترجي بالليل ويجي لهم مطر ويجي لهم زعابيب واحنا لعبنا الساعه 3. طب يا مكوينا تطلع في الاخر اهلاوي يا مكوينا، بتقول لك ميورا وكيله اعمال موسيماني امام المحكمه العليا في جوهانسبرج، الست دي ما تبطلش
لب تجيب فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا، وما تبطلش مشغله موسيماني عندها يجيب فلوس من اي حته. المهم بتقول لك رولاني مكوينا كان قادم لتدريب الاهلي معاهم مع موسيماني، لكن غير رايه في المطار وقرر عدم الذهاب معنا الى مصر. بيفكرني والله بالحاله اللي عملها بيراميدز في الزمالك لما ميدو قال لك انا ضامن بيراميدز في ايدي، لو احنا انسحبنا من الاهلي الاهلي مش هيلاقي حد يلعبه، فلما جريوا هم راح هو بيراميدز جه لعب الاهلي. نفس الكلام اللي عمله رواني مكوينا لما خلى موسيماني يخلع ومن عند المطار راح هو عشان يدرب السان داونز. فبيقول لك غير رايه في المطار وقرر عدم الذهاب معنا الى مصر، لقد قام بمنحنا جواز سفره وحصلنا على التاشيره للقاهره، يعني كل حاجه خلصانه، لكن قبل ساعتين من المغادره ابلغنا بان قرار البقاء في سان داونز. فهنا اثبت لك ان مكوينا اهلاوي، ويتمنى يكون كده. الاخبار اللي جايه من الترجي، الترجي بيلعب فرقه اسمها محيط كركنة، حتى وقتنا هذا مغلوب 2-1. كان محيط كركنة سجل الاول وبعدين الترجي تعادل، ودلوقتي في الدقيقه تقريبا 98 محيط كركنة يسجل الهدف الثاني، وكده يبقى الترجي مغلوب من الملعب ومغلوب الماتش اللي فات من فرقه اسمها ايه مش فاكر. المهم ايه دي الفرقه الثانيه، دي الفرقه الثالثه لمحيط كركنة. الماتش اللي فات تعادل واللي قبليه اتغلب وده كمان اتغلب، والنتائج دي كلها بقول للنادي الاهلي ارميها وراك، كل ده ولا ليه اي لازمه في البطوله الافريقيه. احنا كنا بنشوف دريمز في ال 14 وبيلعب الزمالك في مصر كويس، بنشوف فرقه زي جولدن ولا مش عارف ايه اللي كانت بتلعب بيراميدز السنه اللي فاتت وكانت نزلت لدرجه تانية وخرجت بيراميدز من البطوله. فكل النتائج اللي جايه من ناحيه الترجي دي، كل الاهلاويه ما يتبشروش خير بان الترجي مغلوب مغلوب مغلوب. ده بيبين ان في مشاكل عند الترجي، لكن قوتهم الضربه والحماس الفاقع والساطع والقوي مش هيظهر الا قدام النادي الاهلي، وكل واي قدام النادي الاهلي اي حد لازم بيبان ويحاول يكبر نفسه على الاقل انه يجي جنب علي معلول. الخبر ده جاي من وزير شباب الرياضه، بيقول لك محمد صلاح سيكون موجودا في شهر يونيو المقبل ان شاء الله. وانا عايز اقول له صراحه يعني فرقتنا عندنا مدرب كويس وعندنا لعيبه كويسه، محمد صلاح بالشكل ده بيجي وقت ما هو يعوز ويمشي وقت ما هو يعوز، فالفرقه هو بالنسبه لها شيء نيجاتيف او سالب، لان تاثيره عليهم مش هيكون قوي، لان لو كان قوي كابتن الفرقه وهم حاسين كابتن الفرقه وبيخاف على الفرقه زي ما كان احمد حسن بيعمل، الفرقه هتعمل حساب للمنتخب زي ما هو بيعمل حساب للمنتخب. لكن دلوقتي بيجي براحته ويجي براحته ويمشي براحته، انا مش شايف محمد صلاح يبقى مفيد للمنتخب. احنا عارفين ان تيج هاج هانج اسمه لتين هاج اللي هو مدرب مانشستر يونايتد، ان نتائجه كلها في الفتره اللي فاتت زي الزفت. فبيقول لك ان انتوني اللي هو بيلعب في مانشستر يونايتد خلى في اوضه اللبس تيج هاج وقف قال الرجل الاسرع الاصلع ذات المخ الابيض، يعني بيشتمه بيقول اللي هو الراجل اللي راسه نظيفه من فوق ونظيفه من جوه كمان. فبيقول لك هيتم ايقاف انتوني لغايه نهايه الموسم، وده شيء كويس. نيجي للنصبايا اللي حصلت للنادي الاهلي والسان داونز والترجي وكمان الوداد. احنا كنا بعد ما بنخش كاس العالم للانديه اول ما بنخش بناخد 2 مليون، ولما بنعدي المركز وبناخد المركز الثالث بناخد حوالي 4 مليون. فدلوقتي العمليه بقت بلح، يعني لو اللي هتخيل الاهلي بياخد مثلا 4 مليون في كل سنه بيحرحها كاس العالم للانديه، ف 4 في 4 ب 16. تخيل عزيزي، تخيل يا اهلاوي ان البطوله اللي هي 2025 اللي المفروض هتلعب في امريكا، ان الانديه اللي هتلعب وهتشارك وهتحط رجليها في البطوله هيبدا البونص بتاعتهم او الحوافز بتاعتهم اللي هياخدوها من 6 الى 9 مليون دولار. يعني لو هنقول الاهلي والترجي وفرق افريقيا هتكون في الافريج ما بين الستة والتسعة، هنقول حوالي 7 اضطربت صلاة 7.5 لو قسمتهم على الاربع سنين او الخمس سنين اللي هو هتفوتهم للبطولة دي،
فاذا انت مش مكمل فيها 2.5 2 الا ربع الدولار، فاحنا كده بيتنصب علينا. اي نعم، ان لو عديت الدور 16 ممكن توصل لغايه 16 مليون دولار، لكن في الستارتنج بتاعك مع البطوله لا، قايمه عليك بخساره مش زي كل سنه انت بتخش، وكمان لو دخلت هتضمن تلعب على 4 مليون، يبقى معاك 4 مليون انت منتش ضامن كمان 16 على فكره، انت ممكن تقابل فرق كبيره. فبكده البطوله 2025 بعد ما كنت هتاخد 45 مليون او 50 مليون دولار و45 يورو، 45 مليون يورو، احنا دلوقتي طلع الموضوع بلح ومفيش لا ابل تي في ولا حصري ولا مصري ولا اي حاجه من المليار اللي كان هيجي للنادي الاهلي من البطوله دي. واتمنى ما تكونش فنكوش زي ما اتقال على البونص بتاعتها القديمه. معايا تاني الخطاب اللي جه من الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري، فالاتحاد بيطالب الاتحاد المصري بسرعه ارسال الفرق اللي هتروح لافريقيا الموسم الجاي. اللي ظهرت بوادره كامله هو بيراميدز، والمصري الاهلي لسه ما خلص مؤجلاته، ومين تاني، وفيوتشر تقريبا. فاللي بيستعجلوا على الفرق بتاعتهم الاهلي ما خلص مؤجلاته، ولو لعب بقيه مؤجلاته هيبقى طبعا هيشارك مع بيراميدز والمصري البورسعيدي والزمالك لو كمل، وربما الزمالك ما يكملش. فالموضوع بالنسبه لاتحاد الكوره ان هم لازم يبعتوا طوق نجاة للزمالك عشان ان ما لحقش الجمل يبقى يلحق ديل القافله بالديل، يعني ياخد له اي حاجه، ما طلش حاجه من الجمل ياخد ديل الكونفدراليه، او يلعب زي السنه دي يقولوا له العب في الشوارع الخلفيه باك جراوند، ان انت تلعب في اي حاجه اسمها بطوله، يعني احنا وديناك بطوله اكاديميات ومش عارف ايه، كمل للسنه الجايه عقبال ما تجيب نفسك، ادي احنا مدخلين بيراميدز يعاند في النادي الاهلي. الغريب ان ابو ودان اصبح سوبر مان. مين ابو ودان؟ احنا عارفين كويس اللي بيكره الاهلي ابو ودان الزملكاوي اللي بيدرب نادي المحله، النهارده طلع للدوري الممتاز، وبكده هنسمع تهليل وتظبيط من بهليل المخططه بان عندهم سوبر مان طلع بالمحله من دوري الدرجه الثانيه لدوري الدرجه الاولى. فبنقول مبروك للمحله، وربنا يساعدنا في المقابلات اللي هنقابلها لابو ودان في بطوله الدوري لما نقابله، هيقعد يصيح وهيقعد يعيط وهيعمل النواحي اللي كان بيعملها على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات، هنشوفها تنطيط قدام الدكه وامام النادي الاهلي. كده اكون خلصت، اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناه. سلام عليكم.